يعني الناس كلها خايفة الحال، يعني في تخوف، لأنها طبعا يعني مباراة حاسمة وعلى ملعب الآخر، يعني على يعني بعيد عن ملعبنا، فالناس دايما بتخاف من الماتشات دي. لكن أنا متفائل جدا وعندي أسبابي، إن يعني أنت وراك تاريخ كبير جدا، ودي مسألة مهمة جدا، واثنين بكرة هيوافق مرور 19 سنة على يوم ما كسب الأهلي البطولة الثالثة، كان قدام صن داونز 2001 كان أول بالظبط كده، أول بطولة المانويل جوزيه، كنا هناك تعادلنا 1-1، واللي جاب الجون كان الكابتن سيد عبد الحفيظ، فهو موجود هناك دلوقتي. صحيح. فالماتش ده لي ذكريات، يعني الماتشات مهمة جدا. هنا كسبنا أعتقد 3-0 3-1 3-1 3-0 3-1 3-1 لما تذكر 3-1 3-1 ايوه بالظبط، وكان الثلاثة كان هاتريك ل خالد بيبو. صحيح، خالد بيبو، هذه المباراة الهامة في تاريخه والمباراة الستة الشهيرة. مهمة جدا بالظبط كده. يعني هو الماتش اللي هناك كان ماتش سيد عبد الحفيظ ده بتاع خالد بيبو، بكره ذكرى الماتش ده 19 سنة. دي مسائل مهمة جدا نفسيا، يعني انت هم بيلعبوا أكبر فريق في أفريقيا، 8 بطولات، تاريخ كبير. الاهلي 1907، هم 1970 تاسسوا 1900، يعني في فرق يعني 64 سنه بينك وبينهم. هم الدوري بدأ عندهم متاخر جدا 96، انت 48، وقبليها كاس مصر 22، وقبليها يعني ايه. صحيح. انت داخل وراك تاريخ كبير جدا، ودي مساله طبعا مش التاريخ كل حاجه، لكن بيلقي فراعه المنافس بتاعك دايما ان انت فريق كبير وكونك تتغلب عليه فده شرف كبير، بس كونك تنهزم منه فما فيش مشكله، يعني ما هياش مشكله كبيره، مشكله انك يعني تخسر من فريق ملوش سمعه او صغير. اثنين، متفائل لان فريق صن داونز بيلعب كره نظيفه، هجوميه مفتوحه نظيفه، نظيفه يعني ما فيهاش يعني ما فيهاش عنف، ما فيهاش يعني مشاكلهم قليله قياسا بفرق اخرى او انديه اخرى، يعني ممكن تعمل لك مشاكل، يضيعوا وقت كتير، يلعبوا على الاجسام يعني. فهنا برضو الاهلي من الفرق اللي بتلعب او الانديه اللي بتلعب كره نظيفه، وده معروف ده من زمان يعني. فده مديني تفاؤل. ثلاثه، انت ليدنج 2-0، فانت عامل عليه ضغط، هو اللي نازل مضغوط مش انت. اتنين، نازل خايف. خايف من ايه؟ خايف يجي فيه جون، جه فيه جون اتعملت مشكله، وبالتالي كل هجمه على الصن داونز هتربك الدفاع، هيحطوا ايديهم على قلبهم. عشان كده انا شايف ان سيناريو الماتش، او اتمنى ان يكون ده اللي بيفكر فيه فايلر، ان السيناريو ينزل زي ما كان جوزيه بيعمل، اغامر، وكره مغامره، كره مخاطره كبرى، اذا ما غامرتش ما ينفعش ابقى بطل. طب